عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون، فيها من الأمان مخزون، فيها من الجمال أسرار. عليك كلام يمشي الحزن وما تمام، يطمن قلبي يرجع خان، فكون أنا وانت كالأطفال. عليك سلام يقويني على الأيام، في طاقة تسقني لقدام وبيها بكمل المشوار. عليك هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق، أكون زعلان أشوفك أروح وأحس براحة واستقرار. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من الأمان مخزون، وفيها من الجمال أسرار. عليك كلام يمشي الحزن وما تمام، يطمن قلبي يرجع خان، وأكون أنا وأنت كالأطفال. الله على الصوت، أول مرة بغنيها هيدي، شو بتجنن إذا هيك وأول مرة. شكرا عم برفقنا على البيانو رمي مراد خلال حلقتنا. رمي مراد حبيبي تسلم، شكرا رمي. في شكوى دايما من الصحفيين واهل الاعلام وكل الناس اللي بحاولوا يتواصلوا معك انه ما حدا بيقدر يوصل لك، لانه كل جمعتين في خط تليفون جديد. كم خط تليفون بتغير بالسنه؟ انت كمان كنت محافظه على التليفون شي 9 10 هيك مره فرجيتك ملحم زين، ملحم زين 2، ملحم زين 1، ملحم زين برايفت. ما في شيء، ما عندي حساسيه ضد الصحفيين ابدا ولا ضد، يعني ما عندي شيء. لا احنا ما بنحكي عندك حساسيه ضدهم، عم نحكي عن قصه انه ما حدا بيقدر يتواصل معك. ما بحب كثير الحكي، يعني ما بحب كثير اني ضل دائما بمقابلات ودائما طل ودائما اطلع ودائما، يعني بحس انه شغلتي انا اعمل اغاني وصل. حتى اصحابك بيشتكوا من هالموضوع. ايه صح صح. ليه بتغير كثير ارقام بتروح علي؟ بكون بدي مثلا رقم فلان، بكون محافظه بمحل مثلا، مرات بنحافظ الرقم يا اما على الشريحه يا اما على التليفون. صح. بيروح مع الخط القديم. هيدي تعودتها من لما طلعت، يعني بعد شيء 5 6 سنين من لما طلعت عندي هيدي الخصله وعاطلي جدا بصراحة. أنا ولا خط بثبته ولا خط بعمله ثابت أبدا. السؤال رقم 6، شو قصة الغنية اللي كان من المفترض أنه تجمعك بالفنان سعد المجرد؟ وليه ما رجعت أبصرت النور؟ سجلناها، حطينا صوتنا عند حبيبنا وخينا ميشيل فاضل، وحط صوته وحطيت صوتي، كان بده يعيد عشان نرجع يعيد صوته لأنه ما في محلات ما كان حابب، وصارت معه انا بسميها المؤامره بفرنسا. وقف كل شيء، يعني توقف كل شيء بهذيك اللحظه وما رجعنا حكينا، والله ما عاد اجى على لبنان اصلا، خربت الدنيا وشفت شو صار. يعني توقف كل شيء، ولكن سعد اخ وصديق وحبيب منذ اكثر من 14 سنه 15 سنه، يعني باركت له على زواجه. اكيد اكيد.